صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العاج إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر سبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب، الجنيدي إلنا كلنا، هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الأردن وجهتك المثالية لتلقي أفضل الخدمات والرعاية الصحية بمعايير عالمية. صباح الخير، أسعد الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا وطن. صباح الخير للزملاء من الإخراج التلفزيوني خالد نجاص، من الهندسة الإذاعية محمد ريان، من المتابعة والتنسيق سحر حنني، ومني لكم من الأعداد والتقديم هديل أبو زيني أطيب التحيات. وللتذكير تتابعونا على شبكة وطن الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن، وعبر إذاعة وطن على الموجة 99.2، وعبر وكالة وطن للأنباء على موقع فيسبوك مباشر. لنبدأ هذه الجولة بأبرز العناوين. تواصل انتهاكات الاحتلال، إصابات واعتقالات واخطارات واعتداءات للمستوطنين. وأيضا مرة أخرى الاحتلال يفشل في طوباس والمقاومة حاضرة. مسلحون يطلقون النار على أقسام ومباني لبلدية الخليل ومحال تجارية لأعضائها. والاحتلال يقتحم الجلازون، 4 إصابات برصاص الحي واعتقال الشاب أحمد عليان.
وأيضا نائب شارع يجدد مطالبته بالضغط على الاحتلال لوقف الاقتطاعات المالية من أموال المقاصة وتعديل اتفاق باريس. والاحتلال يقتحم بلدة الزاوية وينصب حاجزا عسكريا. أخيرا يكون الجو صافيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ومن العناوين إلى التفاصيل. إذن إلى أولى ملفاتنا لهذا اليوم مختارات من الصحف العبرية، واسمحوا لي مباشرة أن أرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي المختص بالشأن الإسرائيلي. أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا بك ولكافة السادة المتابعين والمستمعين، وشكرا لكم على هذه الفرصة. تحياتي لك أستاذ إبراهيم. أبرز ما جاء من عناوين في الصحف العبرية لهذا اليوم، تفضل. نبدأ بما ورد على قناة كان، ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة فوكس نيوز. نقترب كل يوم أكثر وأكثر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسنرى كيف ستسير الأمور مع الإدارة الأمريكية. قدمت لنا مقترحا لإقامة علاقات مع إسرائيل، ويمكنها تساهم في أهم اتفاق منذ الحرب البارد. القضية الفلسطينية مهمة جدا بالنسبة لنا، ويجب علينا أن نجعل حياة الفلسطينيين أسهل في تحسين حياتهم، وجعل إسرائيل لاعبا في المنطقة، والمحادثات ستستمر بغض النظر عما يقود إسرائيل. إذا حدث انفراد سبق مما سيعطي الفلسطينيين احتياجاتهم ويهدئ المنطقة، وسنتعامل مع أي شخص في حكومة إسرائيل. وأيضا إيليهور هليفي ينشر: أنتم ترون اجتماعا بين وزير الخارجية الكوهن ونظيره الإماراتي، أنا أرى أحذية رياضية مع بدلة. ويقول أمير مخبوط المراسل العسكري لموقع والا: يجب على وزير الدفاع يوهاب جالانت ورئيس الأركان هيرتسي هليفي أن يعبرا عن موقف علني بشأن نية الموافقة بموجب اتفاق التطبيع على قدرات نووية من السعودية، وسيكون لذلك عواقب استراتيجية على المنطقة وعلى أمن إسرائيل بشكل خطير. وإسرائيل اليوم نشرت تقارير من الولايات المتحدة. نتنياهو أصدر تعليماته لكبار المسؤولين بالتفاوض مع إدارة بايدن للموافقة على الطاقة النووية المدنية في السعودية. القناة 14 تنشر عن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية: بعد تقييم الوضع الأمني تقرر تمديد إغلاق معبر إيرز لليوم الخميس للعمال من قطاع غزة، وذلك وفقا لتعليمات وزير الجيش ووزير أركان الجيش. أما موعد إعادة فتح المعبر سيتم تحديده وفقا لتقييم الوضع الأمني. وإدارة أحرنوت تنشر التقى وزير الخارجية إيلي كوهين بوزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد النهيان، وناقشا الأمن الإقليمي وتعزيز المشاريع الاقتصادية. وأيضا نتنياهو يقول للأمين العام للأمم المتحدة: حان الوقت لكي تدين الأمم المتحدة أعمال التخريب التي تقوم بها إيران، وتدين الإرهاب الفلسطيني ضد الإسرائيليين الأبرياء، وتوقف انتقاداتها التي لا أساس لها لإسرائيل. نعم، إذا اسمح لي إلى هنا أود شكرك المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ إبراهيم الشيخ، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك. يوم أمس شيع آلاف الفلسطينيين جثامين خمسة شهداء قتلوا برصاصة الاحتلال خلال عدوانها يوم الثلاثاء على مخيم جنين ومخيم عقبة جبر جنوب أريحة شرق الضفة. وانطلق موكب تشيع الشهداء محمود علي نافع السعدي ومحمود خالد عرعراوي ورأفت عمر خميسة من أمام مستشفى جنين الحكومية، وحمل الشهداء الثلاثة السعدي وخميسة وعراري على الأكتاف، وجابت بهم مسيرة حشدة شوارع مدينة جنين وصولا إلى دوار جنين الرئيسي. ثم أكمل المشيعون طريقهم نحو مخيم جنين بالشهيدين السعدي وعرعراوي، بينما وصل المشيعون حمل جثمان الشهيد خميسة باتجاه مسقط رأسه في الحي الشرقي من مدينة جنين. بعدها ألقت عائلتا الشهيدين السعدي وعرعراوي نظرة الوداع الأخيرة عليهما، ونقل إلى مسجد مخيم
جنين الكبير وأجرى أداء صلاة الجنازة عليهما، ثم حملا على الأكتاف وصولا إلى مقبرة شهداء مخيم جنين. وبالتزامن أيضا ألقت عائلة الشهيد خميس نظرات الوداع الأخيرة في منزلها بالحي الشرقي من مدينة جنين، ثم نقل جثمانه إلى مسجد جنين الكبير للصلاة عليه، وجاب به المشيعون شوارع مدينة جنين والحي الشرقي وصولا إلى مقبرة الشهداء في الحي الشرقي. في وقت لاحق أيضا شيع ألاف المواطنين عصر أيضا يوم أمس جثمان الشهيد الرابع في جنين عطا موسى ياسر موسى في مسقط رأسه بقرية مركة جنوب جنين بمشاركة شعبية وفصائلية، بحسب ما أكده الناطق الإعلامي باسم حركة فتح في مدينة جنين فراس أبو الوفاء. وأوضح أبو الوفاء أن تشيع جثمان الشهيد عطا موسى حتى عصر يوم أمس تأخر في انتظار وصول شقيقه من السفر من خارج فلسطين. ووفق أبو الوفاء أيضا جرى نقل جثمان الشهيد عطا موسى من مركز قباطية الطبي إلى مسقط رأسه، حيث ألقت نظر على عائلته نظرة الوداع الأخيرة، ثم حمله المشيعون على الأكتاف وصولا إلى أحد مساجد القرية. وللتذكير شنت قوات الاحتلال عدوانا على مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة بينها وبين المقاومين، ما أدى لاستشهاد 4 شبان وإصابة 30 آخرين من بينهم حالات حرجة، وجرى اعتقال فلسطينيين 2 بينهما والد أحد المطاردين أفرج عنه بعد تعرضه لذبحة صدرية. والدة الشهيدة درغام الأخرس الذي ارتقى يوم أمس في مخيم عقبة جبر تقول كل أصحابه استشهدوا، وبالدموع لنتابع. كل المخيم صار، كل أصحابه استشهدوا واللي تصاب، وظل يقول لي بدي استشهد أنا، بدك تزفيني يمه. كنت سهرانة أنا وياه الساعة 5 قبل ما طلع، قبل ما يجيبيني خبر استشهاد، وكنت من 4 سهرانة أنا وياه، ضلينا للأربع سهرانين، غفيت عيني عنه طلع الحمد لله. هو بدي إياها فدا فلسطين، وكان بده يستشهد. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. شهيد راح للجنة بكير، شهيد تارك فينا شوق كبير، تارك دمع مشغول بأسرار. أما والدة الشهيدة المشتبكة محمودة السعدي الذي ارتقى أيضا يوم أمس في جنين قالت كان نفسه يلحق أصحابه وينول الشهادة. لنتابع معنا. محمود لما طلع قاوم، احنا لما تقطع الكهرباء انا بنقطع فيش يعني نت ولا شيء، بس صار هم الربع يعني اللي عندهم نتات صاروا يتواصلوا مع بعض، انا كنت ما بعرفش. رنت علي مرت اخوه بتحكي له انه مش صاوم، بقولها لا، قلت لا محمود استشهد مش تصاوم. قامت تقول لي لا ابي، بتقول لي ابي بقول الصاوم هي اخوه نزل يشوف، قلت لا انا حكوا بحكوا لي الصاوم، وكنت صرت يعني صرت يعني خلص تقطع الصوت وصرت تسوي. عادي بتقول لي امبارح بدي اقول لك انه استشهد يعني ليش أحب عليك. الحمد لله رب العالمين، الله يتكبر الشهيد يا رب. محمود انحبس عند اليهود 2 سنين وانحبس عند السلطة، والصواب الصواب كانت أول شيء صارت خطيرة، والحمد لله رب رجع، والحمد لله رب نختار شهيد يعني. الحمد لله محمود قنطار للسلطة ولليهود. الحمد لله علاقته مع أصحابه مليحة ومع الكل، أصحابه الكل بحبه، محمود محبوب عند الكل. الحمد لله عمره ما واحد كره، الكل بحبه محمود. مين كان متأثر؟ أصحابه اللي استشهدوا، صاحب ابو علي لما صاب هو نفس الاصابه، صاحبه استشهد وهو يعني الحمد لله نجا، والحمد لله رب استظل بقدره عند ابو علي، وبقدر يطلب الشهاده يعني كان بيستشهد. بلحق اصحابي. وأيضا والدة الشهيد المشتبك الذي ارتقى يوم أمس محمود عرعراوي قالت خلال تشييعه في مخيم جنين ظل مواصل الطريق حتى نال الشهادة. لنستمع. محمود الحمد لله رب العالمين، سلاحه الخاص له،
من مصروف الشخصي ومن بعض الشباب كانوا يساعدوا ويعطوه بعد رصاص. الحمد لله رب العالمين، وكان نازل عن قناعة الحمد لله رب العالمين، واستشهد شايف وهو مرتاح والحمد لله رب العالمين، والله يرضى عليه رضا ربي ورضا قلبي. وإن شاء الله إن شاء الله نحكي عند ربنا إن الشهداء الصالحين يا رب إن شاء الله. محمود انحبس سنة، انسجن سنة، وبعد ما انسجن سنة طلع اشتغل شوي ورد، صارت عند الانتفاضة مع اللي كان مؤسسها هو الأخ جميل العموري، والحمد لله رب العالمين كان من زملائه ومن أولها، والحمد لله رب العالمين ظل مواصل الإشهاب لحتى اللحظة هاي، والحمد لله رب العالمين. وجميل العموري جمع اللي ما جمعوا السياسيين جمعوا بندقيته، وهاي مخيمنا موحد كين حماس ولا جهاد ولا فتح، الحمد لله رب العالمين كلهم إيد واحدة، ما حدا بيبخل على الثاني في شيء، وإن شاء الله بتظل هالوحدة هاي بينهم من هون للأزل، هاي المتأمل من رب العالمين. والله أنا كنت بالبيت قاعد، ما كانوا عندي شباب أصحاب جايين يسلموا علي شايف، والحمد لله رب العالمين. وكم رنوا على ابن خالته اللي بقولوا له هيك هيك، وكل عمي الحق محمود، ونزلت ظلينا نازلين على المستشفى. طبعا كان مستشهد، كان كل جسمه يعني من الصاروخ اللي ضربوه عليهم كان كل جسمه مخزر، وان شاء الله من جيل لجيل لو هديت سنه سنتين راح تكون. الانتفاضه الاولى كانت بالحجار الحمد لله رب العالمين، الانتفاضه الثانيه صار شوي تقدم والحمد لله رب العالمين، وان شاء الله لقدام احسن ان شاء الله باذن ربنا وبعزيمه الشباب وبعقليتهم ان شاء الله للقدام احسن الحمد لله رب العالمين. وهي بندقيتهم هدف واحد، هي مش هدفين، وان شاء الله يظلوا ثابتين عليها وما ينجروا ولا اي شيء من متطلبات الحياه، هم هدفهم واحد الشهاده وهدفهم التحرير، وما يعني ينتبهوا لاي شيء ثانوي بالحياه. الحمد لله رب العالمين. الله يرحمه. إذا مستمعينا ومشاهدينا، هذا ما قاله والد الشهيد المشبك محمود عرعراوي الذي ارتقى يوم أمس، وهذه كانت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وللمزيد من الأخبار الميدانية ومتابعة آخر التفاصيل ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي الدكتور أمين أبو وردة. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور أمين. تحياتي لك دكتور. يعني مرة أخرى الاحتلال يفشل في طوباس، واندلعت فجر هذا اليوم اشتباكات مسلحة وانسحبت قوات الاحتلال بعد ساعات من اقتحامها للمدينة، تفاصيل ما جرى فجر اليوم في هذه المنطقة. بالفعل قرابة الساعة الخامسة من فجر هذا اليوم قوة كبيرة اقتحمت مدينة طوباس، حاصرت أحد المنازل، ألقت كميات كبيرة من الغاز المدمع وقنابل صوتية باتجاه المواطنين، مما أدى إلى إصابة مواطنة بهالة من الهلع وأيضا الاختناق. وكذلك اشتباكات مسلحة استمرت تقريبا أكثر من 45 دقيقة، وعلى أثر ذلك انسحبت قوات الاحتلال دون اعتقال أي من المطلوبين، أي أن العملية فشلت في طوباس للمرة الثانية خلال 10 أيام في اعتقال أي من المطلوبين. وهذا الاقتحام ليس جديدا على مدى طوباس، يتعرض عمليات اقتحام سواء كان في داخل المدينة أو حتى مناطق قريبة منها، كما جرى في الأسبوع الماضي بالقرب من مدة عقاب المجاورة عندما تم محاصرة أحد المنازل. نعم، يعني أيضا دكتور كان هناك اقتحام أيضا لمخيم الجلزون صباح هذا اليوم، 4 إصابات وأيضا اعتقال لشاب، يعني تفاصيل ما جرى وإن كان هناك لديك أي معلومات حول طبيعة هذه الإصابات. بالفعل هو الاقتحام كان في ساعة الصباح قريب الساعة 7 صباحا، قوة بشكل مفاجئ اقتحمت المخيم وشنت عمليات دهم واعتقال واعتقلت شابين من سكان المخيم وهم أمجد عليان وطارق الزبيدي، إضافة إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها 4 مواطنين وصفت إصابتهم بين خفيفة ومتوسطة. الانسحاب كان سريعا، أقل من 20 دقيقة استمرت عملية الاقتحام إلى مخيم الجازون ثم الانسحاب باتجاه معسكر بيتيل المجاور للمخيم. طبعا اقتحام الجازون أيضا جاء بعد اقتحام نابلس، هذا مدينة نابلس تعرضت لاقتحام بالمنطقة الشرقية انطلاقا من حارس بتفريق، وكان الهدف قبر يوسف وقرية بلاط البلد. كان الاقتحام لآليات عسكرية دون وجود حافلات للمستوطنين، مما أعطى انطباع أن ما جرى هو عملية تفقد القبر وأيضا القيام بأعمال صيانة فيه كالمعتاد، تمهيدا لقدوم المستوطنين في الفترة المقبلة في ظل الأعياد اليهودية. وهناك توقعات أن تكون في المرات القادمة قدوم أعداد كبيرة من المستوطنين كما جرى في الحرم الإبراهيمي الشريف الليلة الماضية. نعم، ومن هنا أيضا كنت أود الحديث عن ما جرى يوم أمس في الحرم الإبراهيمي، يعني في مدينة الخليل، يعني تواصل قوات الاحتلال إغلاق هذا الحرم أمام المصلين منذ عدة أيام بحجة الأعياد اليهودية.
بالفعل ضمن انتهاكات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي وفرض أمر الواقع وهو الفصل الزماني والمكاني، تم منع المسلمين من أداء الصلوات داخل الحرم الإبراهيمي، وسمح لآلاف المستوطنين بالقدوم. حشود ضخمة من المستوطنين المتدينين كانوا يؤدون طقوس تلمودية في منطقة الحرم ومحيطه لساعات متأخرة من الليلة الماضية، وهذا المشهد تكرر أيضا في منطقة ساحة البراق في أسفل المسجد الأقصى، حيث قامت أيضا مجموعات ضخمة من المستوطنين بأداء طقوس تلمودية في هذا المكان كشكل من أشكال تهويد المساجد الإسلامية. نعم دكتور، يعني أيضا حصيلة الاعتقالات فجر هذا اليوم، أيضا قوات الاحتلال ربما اقتحمت عدة مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وفي الأمس أيضا كان هناك اقتحامات ومواجهات في الرام تخلفت إصابة طفل برصاص الاحتلال. طبعا مجمل المعتقلين بالضفة اليوم 5 معتقلين، جرى اعتقال عمران حجازي من مدينة نابلس شارع بيكر منطقة الجبل الشمالي، اعتقال محمد خالد حماد وعلاء فرحاني من مدينة طول كرم، إضافة إلى الشابين من مخيم الجلزون أمجد عليان وطارق أزبيدي. إذن عدد المعتقلين 5 معتقلين. نعم يعني دكتور، أيضا إن كان لديك أي معلومات حتى هذه اللحظة متوفرة، يعني مسلحون يطلقون النار على أقسام ومباني لبلدية الخليل ومحال تجارية أيضا لأعضاء، إن كان لديك أي معلومات متوفرة حول ذلك؟ بالفعل بالأمس أحداث مؤسفة ومؤلمة كانت في مدينة الخليل، حيث قام مسلحون بالبداية بإطلاق النار على مركبة لإحدى أعضاء مجلس البلدي، ولاحقا تم إطلاق النار على بعض مرافق المجلس البلدي في مدينة الخليل، ثم إطلاق النار على عيادة دكتور وهو زوج إحدى العضوات. هذا التوتر كما ذكره رئيس بلدية الخليل قبل قليل مرتبط بمحاولة البعض الضغط على المجلس البلدي لإعطاء بعض التراخيص وبعض الوظائف لبعض الأشخاص بالضغط والعربدة كما ذكر في بيانهم، ولكن هذا الموضوع عكر مزاج الأجواء في محافظة الخليل وانتقلت أيضا إلى أجواء الضفة الغربية، خاصة أن هذه الأحداث هي مرفوضة إطلاق النار على مؤسسات خدماتية في الضفة الغربية، وتعيد الأذهان مشاهد من العنف والفتان في الضفة الغربية. نعم دكتور، ماذا عن أحوال الطرق صباح هذا اليوم؟ هل يوجد هناك أي طرق مغلقة حتى هذه اللحظة أم ماذا؟ كما رصدنا من خلال منصات متخصصة في موضوع الحواجز والطرق، كل الحواجز مفتوحة والطرق لها الإغلاقات، ولكن كما ذكرنا في كل مرة هناك حواجز طيارة تقوم في بعض الفترات بإيقاف بعض المركبات لدقائق قليلة لإجراء عمليات تفتيش، ولكن كما رصدنا في ساعة الصباح هناك حركة نشطة للمركبات سواء كانت المتوجهة من مناطق شمال الضفة الغربية الوسط أو من الجنوب إلى الوسط، وهذه حركة معتادة للموظفين في القطاع الحكومي خاصة والقطاع الخاص العاملين في مناطق وسط الضفة الغربية. نعم إذا اسمح لي إلى هنا أود شكرك الزميل الصحفي الدكتور أمين أبو وردي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك لتزويدنا بكافة التفاصيل حول الأوضاع الميدانية. إذن كما ذكر قبل قليل الزميل الصحفي دكتور أمين أبو وردي، شهد الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل عملية تدنيس جديدة من قبل المستوطنين الذين أدوا طقوسا تلمودية بالقرب من الباب الشرقي للحرم. واستنكر نضال الجعبري مدير عام أوقاف الخليل تدنيس المستوطنين للباب الشرقي للحرم في سابقة تنذر بخطر كبير، يضاف إلى جملة من الإخطارات التي تحيط بالحرم الإبراهيمي نتيجة الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال والمستوطنين عليه في تحدي واضح وسافر لمشاعر المسلمين. وقال أيضا إن ما يقوم به الاحتلال في الأونة الأخيرة من تكثيف اعتداءاته وانتهاكاته لمقدساتنا ما هو إلا سياسة للتطهير الديني والعرقية التي تعتبر سياسة ممنهجة بمحاربة الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه. ودعا الجعبري أيضا المواطنين وجميع المؤسسات إلى القيام بواجباتها في الوقوف بقوة في وجه مخططات الاحتلال للسيطرة على مقدساتنا وأماكن عبادتنا وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية. وفي مدينة الخليل أطلق مسلحون مساء يوم أمس النار على عدة أقسام ومباني تابعة لبلدية الخليل وعلى منازل ومحال تجارية لعدد من أعضاء المجلس البلدي في المدينة. وذكرت مصادر محلية أن مسلحون أطلقوا النار باتجاه محال تجارية في منطقة عين سارة بمدينة الخليل وعلى منطقة دوار التحرير في المدينة، كما أيضا أطلق مجهولون النار على عيادة الحموري في منطقة دوار الصحة بالمدينة. وأضافت أيضا بعض المصادر أن
مقر تابع لبلدية الخليل في منطقة وادي الهرية تعرض كذلك إلى إطلاق نار، ونهيب النقابة بأبناء البلد الغيورين للوقوف إلى جانب بلدية الخليل، وتطالب الأجهزة الأمنية لملاحقة الجناة. واستنكرت أيضا نقابة العاملين في بلدية الخليل العمل الهمجي لإطلاق النار على نائب رئيس المجلس البلدي لبلدية الخليل وتهديد أعضاء المجلس من قبل خارجين عن القانون. من الفيديوهات أيضا المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد مقاومي كتائب القسام في جنين، يقول أن عناصر من السلطة شاركت في الشبكات يوم أمس ونحن موحدون. لنستمع. راح يرجع وعينا وراح يرجع المخيم أقوى من قبل الاجتياح وأقوى من بعد الاجتياح، قصدي بمليون مرة إن شاء الله. امبارح كان أقوى اشتباك بتاريخ المخيم من أول حالة لهسه، يعني صح كلها نص ساعة كل من نص ساعة، بس شردوا زي الكلاب امبارح منا ومن بسالة الشباب من كافة الفصائل، وامبارح بقوا عساكر يشتبكوا من برا معانا عشان كل السلطة ضبوا عساكركم. احنا بنقاوم صح؟ كوميانا روحوا تكلوا العساكر تعودكم اللي بقاوموا معانا الشرفة اللي زينا وان شاء الله ما احسن من نفرة. هذول المقاتلين هم وعد الله بإذن الله. قلت معروفة الحالة الوطنية بقيم جنين أو بجنين، لو الجيش لو الاحتلال نهاها اليوم كلياتها غزة موجودة، عندهم صواريخ اتصل من أول فلسطين لآخر فلسطين، عندهم كورنت ولا دبابة مرقبات تخطفوت غزة، عندهم أسرى جنود راح يروحوا كل الأسرى اللي بالزوم إن شاء الله. الحالة الوطنية لو اليوم اندفنت من المخيم راح تطلع من نابلس، راح تطلع من طول كرب، راح تطلع من غزة، راح تطلع من الخليل. اليوم بستشهد من المخيم بكره برد على من الخليل. احنا وحدة موحدين، السلطة تفرقنا مش راح تقدر تفرقنا. من المتابعات الميدانية أيضا مستمعينا ومشاهدينا، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية غرب سلفيت، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها وأعاقت حركة المواطنين. إذن ثلاث إصابات برصاص الحي في القدم خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها لمخيم الجلزون شمال محافظة رام الله والبيرة. وفي تفاصيل أيضا هذا الخبر، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مخيم الجلزون بأعداد كبيرة من الجنود، وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي الكثيف تجاه المواطنين وسط مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال. وأفادت مصادر محلية بإصابة 4 مواطنين بالرصاص الحي خلال هذا الاقتحام، ودهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا في المخيم، وذلك بعد تفتيشها التحقيق الميداني مع قاطنيها واحتجازهم لساعات. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدة شبان عرف من بينهم حتى هذه اللحظة الشاب أحمد عليان وطارق مهند الزبيدي من المخيم. إذن أخيرا مستمعينا ومشاهدينا إلى حالة الطقس لهذا اليوم، بحيث توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم صيفيا وصافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام. وهذه الليلة يكون الجو صافيا بشكل عام، بارد نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ويوم غد يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 2 مئويتين. إذن إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. كنت معكم من الإعداد والتقديم هدي أبو زينة، من الإخراج التلفزيوني خالد نجاص، من الهندسة الإذاعية محمد ريان، من المتابعة والتنسيق سحر حنني. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسي وبيت نبالة وصفد، صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن، صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين، صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء، صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن، صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن الصليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب، الجنيدي إلنا كلنا، هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الأردن وجهتك المثالية لتلقي أفضل الخدمات والرعاية الصحية بمعايير عالمية.